السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل في مادة الميكانيكا الهندسية، ذلك من خلال الشرط الرقم 9 اللي هو عنوانه Kinetics of Particles in Newton's Second Law. طيب، خلال الشابتر هذا هنشرح التمرين رقم 1. في التمرين هذا هو الماس باو كابيتال ام اللي هي قيمتها 200 كيلو، يعني هو مثبت كيبل هذا، يعني اكيد فيه قوة الشد اللي هي تنشن تي. عاوزين نعرف قيمة القوة هذه علشان بعد الزمن 2 ثانية تايم تي يعني يكون يتحرك هذا يعني بسرعة ثابتة. يعني هنشوف الحالة الأولى لما تكون السرعة ثابتة اللي هي قيمتها 2 متر بير سكند سكوير. الجزء الثاني من السؤال، لما تكون السرعة قيمتها تساوي V تساوي بي تي سكوير بلس سي، البي والسي هما كونستانت قيمتهم 0.2 و2، يعني عايزين نعرف القيمة متاع قوة الشد تي. طيب هنبدأ يعني بالحالة الأولى. بالحالة الأولى اللي هي الفيلوسيتي تساوي يعني كونستانت، يعني الصندوق هذا هيتحرك بفيلوسيتي في ثابتة. الفري بودي الدياجرام هيكون يعني كالتالي، هذه الماس بتاعت الكريت في جي اللي هي يعني W، وقوة الشد التنشن اللي هي تي. عايزين نعرف قيمة القوة هذه لما يكون الصندوق يتحرك إلى الأعلى بسرعة يعني بتكون ثابتة. لما تكون السرعة ثابتة يعني التسارع هيكون الدي في على الدي تي هيكون صفر، يعني التسارع هيكون صفر. في الحالة هذه لما نستعمل قانون ثاني بتاعت نيوتن اللي هو سيجما اف يساوي ام اي، يعني القوة الموجودة بين المحور هو المحور واي هو محور الحركة، يعني القوة الموجودة هي هتكون التي ناقص الماس في جي تساوي الماس في التسارع اي. لكن بما أنه التسارع يساوي صفر، يعني على طول التي نقدر نقول تساوي يعني الماس في جي بلس اي، لكن الاي يساوي صفر يعني تساوي الماس في جي. يعني في الحالة هذه قوة الشد تي هتكون يعني الماس اللي هي 200 كيلو هنضربها في 9.81، يعني هتكون تقريبا 1962 نيوتن. هذه قيمة القوة. السؤال الثاني، لما تكون قيمة السرعة متغيرة حسب الكوشن التالي اللي هي ال V تساوي B T سكوير بلس C، في الحالة هذه التسارع هيكون المشتق تحت الفيلوسيتي هيكون 2BT، يعني هذه هي قيمة يعني التسارع. لكن زي ما شفنا أنه من خلال المعادلة هذه هنا يعني التسارع هنا متغير ما هو ثابت، يعني ما هو صفر، يعني T تساوي الماس في G بلس A. هنا لازم نحسب قيمة الـ A، طبعا بنعوض الـ B بالقيمة بتاعها لأنها معطى 2 في الـ B، الـ B اللي هي 0.2، والتايم تي اللي هو 2 سكند، يعني بنعوضهم هذا من 2 في المعادلة التالية نتحصل على الـ A. يعني بنعوضها هنا بتصبح الماس 200 كيلو نضربها في الجي اللي هي 9.81 بلس الـ A اللي هي هذه 2 في 0.2 في 2، يعني هذه تي تساوي النتيجة النهائية 2120 نيوتن. يعني هذه قيمة التي لما تكون السرعة متغيرة، وهذه قيمة التي لما تكون السرعة ثابتة. هذا هو يعني الحل بتاع البروبلم رقم 1. الحين نمر للبروبلم الثاني. في البروبلم الثاني عنا إليفاتر اللي هو هذا E. إليفاتر هذا الماس متاعه M E، وعنا الماس هذه اللي هي الـ M A. طبعا عاوزين نعرف يعني هو حيرتفع لفوق يعني حيرتفع هيقطع مسافة قيمتها H، لكن بعد ما يقطع المسافة هيوصل إلى سرعة قيمتها 10 متر في سكند، مسافة H اللي هي 40 متر. عاوزين نعرف القوة اللازمة، يعني هنا حتكون فيه قوة F هذه اللي حيسويها المحرك هذا.
عاوزين نعرف القوة اللازمة اف هذه علشان يعني ترتفع بالمسافة هذه اللي هي 40 متر وبسرعة قيمتها 10 يعني متر في الثانية. طيب هنا هنستعمل نفس الشيء، هنستعمل الفري بودي دياجرام بتاعت البلوك اي والبلوك اي. الفري بودي دياجرام عن الماس في الجي اللي هي دبليو، والتنشن تي، وهنا في قوة الشد تي، وفي الاف اللي هي مجهولة هذه، وهذه الماس بتاع الليفاتر في الجي. طبعا لو نشتغل على البلوك الأول اللي هو الأي هذا، يعني هنستعمل سيجما اف يساوي الماس في الأي، لكن الماس هذه كابيتال ام اي، يعني القوة الموجودة اللي هي التي ناقص الام اي في الجي تساوي الام اي في الأي. هذه هي المعادلة رقم واحد بالنسبة البلوك الأول. بالنسبة للبلوك الثاني نفس الشيء، هنستعمل نفس المعادلة سيجما اف تساوي ام اي في التسارع اي في قوة اف، هذه موجبة يعني هتكون الاف بلاس التي نفس الشيء موجبة ناقص الام اي في الجي تساوي الام اي في نفس التسارع اللي هو الاي. هذه هي المعادلة رقم اثنين، هذه رقم واحد هذه رقم اثنين. طيب نحن ما ننسى أن الهدف متاعنا نجيب القوة F، لكن في مجهولين اللي هو التسارع A والتنشن T، يعني لازمنا معادلة ثالثة. بما أنه الليفاتور أو هيتحرك يعني على مسافة قيمتها H اللي هي 40 متر، طبعا السرعة الأولى هتكون 0، هيوصل على السرعة تساوي 10 بعدين، يعني الفيلوسيتي هنا هتكون حسب القانون بتكون v سكوير ناقص v زيرو سكوير تساوي 2h في ال a، يعني هذه تساوي 0 لأن الفيلوسيتي الأولى v زيرو تساوي 0. على طول نجيب المعادلة أنه v2 تساوي 2h في ال a. من خلال المعادلة هذه نقدر نجيب التسارع a اللي هو يساوي v سكوير على 2h، والv اللي هي 10 يعني تصبح 10 سكوير على 2 في 40، يعني التسارع بيكون قيمته 1.25 متر بير سكند سكوير. أصبحت التسارع معلومة، يعني من خلال المعادلة هذه يعني عرفنا قيمة التسارع. نقدر نجيب من خلال المعادلة الأولى معادلة رقم واحد نجيب قيمة التي، التي تساوي ام اي في جي بلس اي، طبعا الجي معلومة والاي معلومة نعوضها بتكون يعني ام اي اللي هي الماس بتاعت الليفاتر بنعوضها لانها معطى، بتكون قيمة التي 1280 نيوتن. الحين اصبحت التي معلومة والاي معلومة، نقدر نعوضها في المعادلة رقم اثنين. من خلال المعادلة اثنين F تساوي يعني M E في ال A plus G ناقص T. المعادلة هذه نقدر نجيب القوة F اللي هي قيمتها 4250 نيوتن، يعني هذه هي القوة F اللازمة عشان يتحرك الليفاتر هذا يعني بالسرعة اللازمة ويقطع المسافة بتاعت 40 متر. هذا هو يعني البروبلم الثاني. الحين نمر للبروبلم الثالث، ونفس المعطيات لكن اللي تغير أن أصبحت القوة F هي معطى. شايفين ال F هي معطى، عاوزين نعرف السرعة اللي يعني السرعة اللي الليفاتر هيوصلها بعد الزمن 3 ثواني. يعني هنا عكسنا المعطيات، أصبح المعطى هو يعني التايم والقوة، عاوزين نعرف السرعة. في التمارين الأول أو الثاني كانت هي القوة هي المجهول والسرعة هي المعطى. طيب عشان نحل التمرين هذا هنستعمل نفس الطريقة، يعني هنشتغل على البلوك هذا، يعني هنستعمل سيجما اف تساوي ام اي في الاي، يعني حتكون T ناقص MA في G تساوي
MA في الـ A، يعني من خلال المعادلة هذه T حتكون نفس الشيء MA في الـ A plus G، هذه التنشن T. من خلال البلوك الثاني نفس الشيء حنستعمل سيجما F تساوي MA في الـ A، يعني القوة عنا F plus T، F موجبة والT موجبة ناقص MA في G تساوي MA في التسارع A. لكن في المعادلة هذه لازم نعرف أول شيء نعرف يعني قيمة التسارع، لكن التسارع هو يساوي الـ velocity يساوي الـ A في الـ T. ليش؟ لأنه الـ DT الـ DA DV على الـ DT يساوي التسارع. من خلال المعادلة الأولى حنعوض، يعني هذه هي المعادلة رقم واحد وهذه المعادلة رقم اثنين، ما ننسى أن الـ F معطى، حنعوض المعادلة رقم واحد في المعادلة رقم اثنين، بعدين حنرجع لهذه، حتصبح الـ F بلس يعوض الـ T، حنستعمل هذه، حتصبح MA في الـ A بلس G تساوي أو ناقص MA في G تساوي MA في الـ A. خلال المعادلة هذه نقدر نستخرج الـ G بلس A، يعني الـ F تصبح G بلس MA A بلس G، هنا ناقص MA في G بلس A، G بلس A هذه تساوي صفر. على طول نقدر نقول أنه G بلس A تساوي الـ F على MA ناقص MA، يعني على طول الـ A بتكون الـ F على MA ناقص MA ناقص G، هذه هي التسارع. طبعا بنعوضها بكل المعطيات، عن الـ F عن MA عن MA عن G، على طول تساوي 2.41 متر بير سكند سكوير، هذه هي الـ A. طبعا بنعوض الـ A في المعادلة هذه لأنه الطايم معلوم، على طول بنجيب الـ velocity اللي هي الـ A في الـ T، يعني بتكون 2.41 في 3 ثواني، يعني بتكون الـ velocity تساوي 7.23 متر بير سكند سكوير. هنا نكون يعني جاوبنا على السؤال اللي هي السرعة اللازمة اللي حيوصل بها بعد ما تكون القوة يعني قيمتها معلومة. طيب هذا هو الحل متاع البروبلم 3، نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.